بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن سقوط الشهداء في صفوفنا بما فيهم شقيقي الأصغر مؤخرا وهو يقوم بواجب الدفاع عن أهله في دير الزور، يروي ربيع ثورتنا المباركة بدماء زكية طاهرة لتزهر سوريا حرة أبية، وهي ضريبة الكرامة والعز والإباء لا مناص من تقديمها. وأقول إنما أهل أخي من أبي وأمي، ولكن شهداء سوريا كلهم أخوتي، فرب أخ لك ولد من رحم الثورة، أخوتي في الدم والسلاح وأصحابي في الهجرة والحصار. في حضرة الثورة كلنا جنود في سبيل الله، نحارب حتى آخر قطرة دم، وما يزيد صمودنا وإصرارنا إلا دماء أبطالنا سالت في ميادين الجهاد. فالشهداء وقود الثورة وشعلتها، والشهادة شرف نتسابق لنيله وفوز عظيم بإذن الله. ووالله ما أقعدني عن نصرة ديرنا الصامد إلا الإصابة، فأصبروا وصابروا ورابطوا في ساحات الجهاد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وسنلتقي قريبا تحت بيارق النصر ورايات الشرف. وفي الختام أوجه كلمتي إلى والد الغالي وإلى كل أب روى الدماء ابنه تراب سوريا، إن النشأة التي ترونها اليوم أمامكم هو ثمرة شقائكم وعنائكم وحسن ظنكم بنا. فإذا أتتكم أخبارنا بأننا لازلنا نقدم دماءنا وأرواحنا، فاعلموا إننا لازلنا على طريق الحق والثبات إن شاء الله.